كان عندي طموح اني ادرس بس حالتنا المادية ما سمحتنا، فحبيت انه اشتغل مشان اساعد امي وابي مشان كمان ادرس. فصرت دايما افوت على اليوتيوب واشوف التسريحات شلون بيسووا، وشلون في عندي رغبة من الاول انه اشتغل بهيك شغلة، وامي وابي واختي كمان ساعدوني مشان افتح محل. الحمد لله عندي زباين كمان. طبعا عندي رغبة انه اكبر هالصالون، يعني مجبور اني اشتغل هالشغلة مشان اساعد امي وابي مثل ما هني ساعدوني.